السلام عليكم. مجموعتنا في لشاب دابور التي تقاوم الجنجويد وتنشر كثير من عن الجنجويد منذ 2003 حتى الآن. أنا هنا طبعا لدينا إخوتنا وأشقاؤنا السودانيين يعانون من الجنجويد، إلا إنهم لم يتفهموا ولن يتفهموا كيفية قيام الجنجويد بالهجوم الخاطف، أي حرب المدن والعصابات. أنا عاوز أشرح للسودانيين أخواننا وجيراننا، أو وطننا الأول أو الثاني أو الثالث، الوطن الأفريقي الذي تاه وضع بين التاء والضاء. عادة كل الدول الأفريقية طبعا بتمر بالحكومات التي تمتلك السلطات الثلاثة، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتعمل ضد المواطنين. ده كل ما بيعمله لأن السودان ما بواجه من يحكم أو من يطبق الدستور أو من يستولي على السلطات الثلاثة. هم محتاجين في كيفية محاربة الجنجويد. لذا أنا أتمنى من كل التشادين وكل البوركينا بي وكل الناس، بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا وأفريقيا الوسطى والنيجر ونيجيريا، الذين عشنا وإلمنا وعرفنا كيف نحارب الجنجويد وقضينا عليهم وتم تجميعهم في السودان الآن، وقاموا بما قاموا به من تدمير، كما دمروا العاصمة إنجمينا ودمروا مايدوغوري بنيجيريا ودمروا ياتو بانجي بافريقيا الوسطى، ولا زال يتعشعشون بين النيجر ومالي وموريتانيا باسم الاذوات، ونفس المجتمع الذي يطلق على نفسه اولاد جنيد. وان بحثنا عن هذا الجنيدي نجده احد الرقيقه الذين كانوا يعملون تحت بلاط الخلافه بالاندلس، ابناء رقيق وابناء خدميه هربوا من الاندلس ووصلوا الى افريقيا، من غرق في البحر ومن وصل الى يعني الأندلس، تجمعوا هناك ودخلوا بواسطة مالي من تومبوكتو إلى تشاد والسودان باسم الإسلام، لأنهم يحملون لغة أسيادهم ودين أسيادهم، إلا إنهم لا أساس لهم، إنهم عبارة عن مجموعة من الرقيق والخدمية التي كان يستخدم في البلاط الأندلسي. وسقوط الخلافة الإسلامية بالأندلس أتت بهم إلى أفريقيا. الآن نريد أن نشرح كيفية محاربة الجنجويد وكيف يهاجم الجنجويد وينتصر على الآخرين. يعني الناس بيقولوا الجنجويد عنده أسلحة ثقيلة وعنده مدفعية. لا لا، الأسلحة اللي دي الجنجويد ده بيستخدم ضد الطيران. الدواء بتاع الجنجويد شنو؟ الجنجويد لو هاجم في مدينة الناس خليه تبحث وتنشر، الناس خليه تثبت، أي غير يثبت في مكانه. المقاومين أسمعوا صوت الرصاص وأعملوا تعيين لجهة صوت الرصاص، تجد سيارة واحد فقط، بس أقسم بالله العظيم تجد سيارة فقط ولا مواتر فقط بيضربوا في الهواء فوق لنشر الهلع. أنت تثبت في المكان ده جنب مسدس جنب نشاط، تضرب السواق وتضرب الزول اللي بيضرب المدفع. أول ضربة للسواق وأول ضربة للمدفع ده بكون أنت سكتت جهة كامل، سكتت جهة كامل. يعني اي مدينه او اي قريه او اي مكان الجنجويد هجموا ده، الناس تثبت ما تنهلع وما تنخلع، لأن الجنجويد قلنا بيحارب بصوت السلاح فقط. لكن لو واجهت راجل براجل ده عباره عن زي اخواته، زي المره اللي ملقت لباسه مجنون ده، يعني هيكون زي ذلك. يا اخواننا ابحثوا مصدر اطلاق، اعملوا تعيين، وبعد ذاك عملوا يعني اسكي، هل هم بأودة سيارات ام سياره واحده؟ في كل اتجاه بيكون في سياره واحده ولا اثنين، يعني زي هجوم على سنجا، يقال هجموا بسنجا بسبع سيارات و13 موتر فقط، لكن استخدموا الميزه وكانوا عندهم في الوسط وهم على ده، جاب الحلقه لصوص سنجا. يا اخوان انا اخوكم من دمكم ومن لحمكم، وانا بعرف ما هو الجنجويد. يا ليت تستفيدوا من صوتياتنا، يا ليت تستفيدوا من خطابنا. الجنجويد دخلوا تشاد سنة كم وثمانين بدبابات وبسيارات وبطيران، وعندهم هليكوبترات بواسطة أصيلة همات أقبش وسليل المختار، قاموا وما قاموا به، إلا إن البطل حسن جاموس هو اللي طبق نظرية تعيين جهة صوت الرصاص وتقييم عدد السيارات والضرب الرامي وضرب السواق بتاع السيارة، لأنه السيارة ده لو أعطلته ده
هيجيب صوت الرصاص بجهه كامله، وده يبغى رجال. يعني ما دام المدينه او القريه فوق 10,000 مواطن ولا 1,000 مواطن، والجنجويد ما بيتم 70 نفر ولا 100 نفر بهجار، ممكن تطقوا يعني تطقعهم يعني. لذا قطة الجنجويد ده اذا فهمتوه وعرفتوه كويس وعلمتوه كويس ودرستوه كويس، ده تجدوا كلامي ده، اي هجوم على الجنجويد هيشهد. اي زول يثبت في بيته وحاملين السلاح، يكون عندكم يعني اتصال بيناتكم، تتوزعوا الى 5 اتجاهات: الشمال والشرق والجنوب والغرب والوسط. ده الخطه الجديده المكان اللي بحجمه واللي بينشر فوقه الفزع عبر اطلاق مدفع 23. يعني المدفع 23 في اي مكان الجنجويد هجمه ده، تلقاه بيطلقوه ب4 اتجاهات، بيكون عندهم 4 سيارات فقط، 4 سيارات فقط بتاع 24. لذا يا اهلنا ويا اخواننا، اثبتوا وانتم شعب مقاوم، والخذلكم هو عدم معرفه الخطه الجنجويديه فقط. يعني لو عرفت الخطه الجنجويديه ده ولو سمع صوتي ده، ان يكون ما يهاجمكم مره ثانيه، ما يهاجموا مدينه الا يعلم كون المدينه ده لا يعلمون كيفيه دخول الجنجويد في اي مدينه بعدد اقل من السيارات وبعدد اقل من الافراد، لكن يستخدمون صوت ال 23 والديسيت ال 17 والفاصل 4 ونص 14 ونص والجرانوف وابل من الرصاص لفذع المواطنين، والفذع هو ما يجعل الجنجويد يتمكن دخل المدينه. واذا رايتم يعني اي فيديو بتاع الجنجويد ده، بتلقى المواطنين المستسلمين لدى الجنجويد ده بكون اكثر باضعاف من الجنجويد اللي عندهم اسلحه وكلاشات. والسيارات داك بعد داك بتجي بورا، لانه سياراتهم قليله وزوه في 4 اتجاهات: شمال، شرق، جنوب، غرب، ووسط بكون ناس الجرنفات قاعدين في الوسط والمدفع فقط. بس ده بس ده بس عملتوه ده، اول هجوم ثاني هجوم ده هتكونوا انتوا زي سكان الفاشل، وبتكونوا عرفتوا خطه الجنجويد. اولا يا ناس احنا السودانيين، انا اتمنى تستفيدوا من الصوتيه بتاعي ده، لان انا كنت بتكلم منذ 2003 وانا قلت لكم انتوا في خطر محدق بدولتكم، وكان هناك كثير من السودانيين ينقطوني. انا على كل حال، الجنجويد بيجي بهجم المدينه بشنو؟ بهجم بالكثافه الناريه. طبعا على حسب لانشاء الفوضى الخلاقه، الكثافه الناريه ده اساسا يستخدم لإنشاء الفوضى الخلاقة. ما هو الفوضى الخلاقة؟ الهلع والخوف. الجنجويد بيستخدم مدفأ 23، وبيستخدم ال 14 ونص، وبيستخدم الديسيت. لكن السؤال، هل الجنجويد بنفس صوت السلاح وبنفس القعقع؟ لا لا، الجنجويد إذا أراد أن يهجم هلة بيخطط الشوارع الكبيرة في الهلة، وبيجي بخمسة مكان، بكون عنده 5 عربات فقط، يعني 5 عربات ولا 6 عربات، وبكون عنده 40 ولا 50 موتر، والهلة بكون فوق 10,000 مواطن. اسمع الكلام ده كويس، الجنجويد، خطة الجنجويد وهزيمة الجنجويد، لو سمعتوا الصوتية ده كويس وسمعتوا الشرح ده كويس ده، وانتوا رجال ثبتوا زي ناس الفاشل ده، هتهزموا الجنجويد. الجنجويد بيهجم بسبعة ثمانية عربية، الأهرامات ده بيكون فوقه مدفع 23 ومدفع 17 و14 ونص والديسيت والجرانوف. كيف الهجوم؟ الهجوم بيجي بأدد اتجاه، بيجي من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن القرب، وبكون عندهم أمراء في الوسط بيضربوا السلاح ده بصوت عالي بنشوخ، وبيستخدموا الهلع. هنا الناس اللي في المدينة أو في القرية بيفزعوا، يعني بيعتقدوا الهجوم جاي من الشمال ومن الشرق ومن القرب ومن الجنوب، بأدت باكثر من 300 سياره. لو سمعت صوت الاسلحه وسمعت الحلقه بتاع المواطنين، تعتقد الناس ده هجموا باكثر من المواطنين او الموجودين في المدينه، او اكثر من الجيش. لكن هم بيكونوا اقليه، يعني ما كلهم ما بيكون تمه 300 ولا 200، يعني ما بيتموا 70 زر. ده الخطه اللي بيعملوه الجنجويد، ده الخطه الجنجويد بهجموا فوق المدن والقرى، والناس بتحلى، الناس بتجي للشمال بيلقوا صوت الرصاص، يجي جنوب يلقوا صوت الرصاص، يمشي الشرق يلقوا صوت الرصاص، يجي غرب يلقوا صوت الرصاص، تجي في الوسط تسمع صوت الرصاص. المشكلة وين؟ المشكلة هنا في الهلع.
الجنجويد بيستفيد من الهلع. الهلع ده بيجعل الكل يخاف، حتى العسكري والعاوز يقاتل والعاوز يدافع. ده الخطة لو عرفتوا ده، أنا بجيكم في صوتي الثاني في كيفية معاملة الجنجويد. يا أخوان الناس الفاشل ده، ناس زيكم أنتم، عندهم رجلين اثنين وعندهم عين اثنين وعندهم حضانة اثنين وعندهم يدين اثنين، عندهم قلب بيثبتوا، يعني بيثبتوا. الثبات هو المطلوب في الأخير، ده بيجي الثبات. لو أنت ثبتته، أي زول ما يبرق من بيته، أي زول ما عنده سلاح وما منظم وما يقدر يقاوم لا يخرج من بيته، لأن أنت خروجك أنت وأطفالك ونسائك بيخلي جارك الآخر هيخرج، وجار جارك حتى يعني ينتشر الحلع. الجنجويد بيحارب بالحلع وفقط. الجنجويد عبارة عن برميل فارق كثير الإزعاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين قناة الأخبار 24، أسعد الله مساءكم ومساء أوقاتكم بكل خير. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق فوق عبد الفتاح البرهان اليوم رئيس اللجنة الدولية للسري والأحمر السيدة مريلا بحضور وكيل الوزراء الخارجية المكلف السفير حسين الأمين. وقال وكيل الوزراء الخارجية في تصريح سابق أن زيارة السيدة مريلا للسودان تأتي في إطار الوقوف على الأوضاع الإنسانية في البلاد، معنيها إلى أن اللقاء تناول مسار أنشطة وأمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان. وأضاف سيادته أن رئيس مجلس السيادة قدم خلال اللقاء عدد من الملاحظات والتحفزات على بعض الأنشطة اللجنة في السودان. وأشار وكيل الخارجية أن اللقاء اتسم بصراحة وتناول كل الملاحظات من الجانبين، معربا أن أمل فيه أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من التعاون ونشاط أكبر من اللجنة في السودان، لافتا إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي أبدى استعداد السودان للتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأوضح أن رئيس اللجنة وعدت في النظر في الملاحظات التي أبداها رئيس مجلس السيادة ووضعها في اعتبار، مضيفا أنه تم الاتفاق على الوضع الآلي لنقل ملاحظات الحكومة السودانية على نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك متطلبات عملها في الميدان التي تعود الحصول عليها من الحكومة.